السلام عليكم. السلام عليكم، كل شيء بخير. اتمنى الفيديو يلقاكم بخير. رجعنا لكم فيديو جديد اليوم، والموضوع هنا ديما كما كان نصحبي الاخوان، وشكرا لاي واحد دعمني وخلى لي واحد اللايك وتعليق او ابوني وزارني في قناتي هذه. مرحبا باي واحد. المهم الموضوع ديال اليوم هو السفر الى ديار تركيا، وكيفاش دير بالسفر ديار تركيا، وكاين شي وثائق اللي باقي ما عارفش. كاين الاخوه اللي عارفين، وكاين اللي في المغرب حاليا راه ما عارفينش. كاين اللي المغرب ما عارفش، الله يحسن العون. راه كاين اللي عنده الانترنت، كاين اللي ما عندوش الانترنت، راه على حسب. راه كاين شي بلايص اللي بنادم راه باقي ما وصلش الانترنت. المهم موضوعنا هو غادي نرجعوا ليه، هو ديال السفر الى ديار تركيا وكيفاش دير. واحد النقطه غادي نشير ليها اللي ما بغيتش الاخواني يتصيدوا، شنو هو العقد العمل. حيت كيطرح سؤال بزاف، تيقول لك طريقه العمل، بنادم كيفاش غادي يدير، كيفاش غادي، كيفاش العقد العمل راه ما كاينش. عندك شي واحد ينصب لك في تركيا يقول لك فوالا انا غنصيفط لك عقد عمل ب 600 درهم ولا 700 درهم ولا 800 درهم مغربيه، وكما ما تعمرك دير الاجراء راه ساهله. كما قلت الاخوان بغيتي تطلع لتركيا عندك واحد الوثائق اللي سهله جدا. شنو هي؟ عندك ورقه ديال الاوتيل ضروريه هادي، ولا المهم المهم ورقه ديال الاوتيل ضروريه هادي. عندك تيكيت ديال الطياره الي وروتو، كان شي واحد يقطع لك الالي مرحبا. المهم تيكيت ديال الطياره الي وروتو. دابا حاليا الفاكسان، اي فاكسان وحده منهم دوز منها، ماشي ضروري تكون هذيك سي بي ال شنو يقولوا. المهم تلقاو هنا بزاف هادشي ديال لي فاكسان. المهم اي وحده منها راه كدوز في المطار. عندك الصرف راه ضروري، يعني دابا ركز لك على واحد النقطه. شنو هي واحد النقطه؟ هي ديال الصرف. هذيك ديال الصرف راه ضروري، الا ما عندكش اخويا بلا ما تعرف. هذيك ديال الصرف راه ما عنديش كون هذاك الوريت هذاك. هذيك ديال الصرف ضروري، هذيك كتصرف فلوس هنا في المغرب اورو، تيسولك عليها تيقول لك شحال عندك، كتصرف وكتوريها لهم في المطار. 3000 درهم، 4000 درهم، 3500، 5000، على حسب انت شحال غتصرف كتوريها لهم. هذيك ضروريه. المهم كاينه كاين الورقه ديال لوطيل ياك، كاينه هذيك الورقه ديال العمله ديال الصرف ضروريه اللي كنركز عليها. تيكي ديال البيت ديال الطياره الي، هما الوثائق اللي مطلوبه. يعني ما كاينينش شي وثائق اللي بزاف، هادو الوثائق اللي كاينين. واحد نصيحة اللي بغى يقطع الطيارة اللي ما في بحالوش ولا شي حاجة يقطع في العربية، راه أرخص طيارة هي العربية. حاليا كاين شباب العربية راه ما كتطلعش بزاف، ماشي بحال الفرين. هذيك تشيك ديال أونلاين ديال تركيا، يعني هذيك راه غالية بزاف. المهم أنا تنقول لكم العربية، كنصح الإخوان اللي بغى يسافر، يعني راه هذيك أرخص طيارة. المهم هذوما الوثائق المطلوبة. ونرجع لواحد النقطة أخرى. عندك أخويا واحد يقول لك عقد عمل في تركيا، ولا ماشي عقد عمل في تركيا. عقد عمل كيطلبوه في مصر، ما كيطلبوش في تركيا. عقد عمل راه ما كاينش نهائيا. عندك شي واحد في تركيا يقول لك فوالا أنا غنصيفط لك عقد عمل واحد 800 درهم ولا 700 درهم ولا 600 ولا هكا، راه كاين مصر. تركيا معروفة في مصر، كنسبوها للجهة وصافي. من غادي يطيح تما في مطار صبيحة في تركيا هذيك الساعة، يعني غادي تمشي تركيا في اليوسف تنحى، ما تركبش في الطاكسيات حيت الطاكسي تروح المغرب يعني غالي. كتمشي واحد الطوالة كتبقى تما كتقطع تما كتبقى البيس. ومن بعد تصوب واحد لاكار، طرا عندكم واحد الفيديو تصوب واحد لاكار ديال تما باش كتولي تمشي طرام كتمشي في البيس، يعني غادي ساهل. المهم اي واحد بغى يدير واحد النقطة ولا بغى يطلع يسافر لواحد البلاد ولا بغى يدير واحد السياحة في البلاد، ديما يدير قبل، يجهدو قبل، يدير الامور ديالو قبل، حساباتو قبل، عارف شي يطلع. المهم هادو هما الاجراءات اللي كاينين، الوثائق اللي قلتهم هادو هما اللي كاينين. ما كاين عقد عمل، ما كاين شي حاجة أخرى. هاد الوثائق قلتهم راه عاود قلتهم لك كاينين. لوطيل، ورقة ديال لوطيل خاصك، داك ديال الصرف ضرورية، وتيكي ديال الطيارة الي وروتو. صافي هادشي اللي كاين، وصافي هو هاد الوثائق اللي كاينين وصافي. وشحال ديال الفلوس غادي معاك تما باش دير الطوموبيل ديالك تما، هادشي اللي كاين. الله يسهل لكم اخوتي،
لعجبو الفيديو بارطاج مهم انا حسيت مريض لا مريض شحال هو يكتب لي سلام قوي شحال هو مصر زوينه هنايا المهم تحيه ليكم على الكوميرسي وشكرا بزاف اي واحد داني واي واحد اللي خليني في حقي كنبغيكم بزاف ونتظر واحد الفيديو ان شاء الله واللي عنده شي تساؤل يسالني مرحبا بكم مرحبا باي واحد زارني في هذا القناه الله يحييكم وكنقول لكم بزاف